بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، طلاب التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقي بحضرتكم في اللقاء السادس من اللقاءات الحية لمقرر البحوث المحاسبية المستوى الثامن شعبة المحاسبة. السؤال التقليدي، هل الصوت واضح لكم أبنائي وبناتي الأعزاء؟ تمام، على بركة الله تعالى. نبدأ اللقاء إن شاء الرحمن. في هذا اللقاء سنتناول فيه الفصل الثالث، وهو بعنوان مصادر المعلومات وأدوات جمعها. نكتب لحضراتكم كده اهو، الفصل الثالث. تمام، واحنا يا دكتور قبل ما نبدا كده، العنوان نفسه بيقول ايه؟ مصادر المعلومات وادوات جمعه. واحنا المعلومات بتاعتنا ديت عشان نعمل بحث بنجيب المعلومات منين؟ نشرح بس كده دقيقتين او ثلاث دقائق ابنائي الاعزاء، مش كده؟ وبعد كده نبدا نقول من الكتاب. تمام، عشان عايزكم في بعض الحاجات يعني ايه، عايزكم تفهموها بشكل عام، حاجات تانية عارف ان انتوا عايزينها اللي موجودة في الكتاب بالنص ما نخرجش عنها ان شاء الرحمن. تمام؟ عنوان الفصل اسمه ايه؟ مصادر المعلومات وايه؟ وادوات جمعها، يعني المعلومات اللي احنا بنجمعها ديت علشان نعمل البحث. نجيبها منين؟ حد ممكن يجاوب؟ المراجع. تمام يا ريما، المراجع، مريم دراسات سابقة. اي تمام، بس يعني مصادر جمع المعلومات وادوات جمعها من المراجع والدراسات السابقة بس. لا، في حاجات تانية هقولها بشكل عام. هفترض دلوقتي اي حد ابنته ناريم او مريم او ريما عايز يعمل بحث. طب يا دكتور هنعمل ايه في البحث دلوقتي؟ عايز يبقى في ذهنك كده تصور معين. ارباء ابنائي وبناتي الاعزاء، عايزين نطلع من المقرر يعني يبقى فيه استفاده كده فعلا حقيقيه. اي بحث عايزكم تبقوا عارفين ان هو بينقسم الى شقين رئيسيين. ايه هما؟ عندنا حاجه اسمها اهو الجزء، بيقولوا عليه الجانب والاطار النظري، اهو ده اول حاجه. والجزء العملي، والعمل ده نفتح قوسين كده اهو ونكتب بقى ميداني او تطبيقي او تجريبي ونقفل القوس اهو. عشان كده ما بيبقى في بحث بس بيقتصر على الجانب النظري، بيقولوا عليه دراسه تحليليه. يعني ايه تحليليه؟ يعني كانه بيستعرض الدراسات السابقه والاطار النظري للموضوع او الاطار الفكري للموضوع اللي بيتناوله، وبيعبر عن وجهه نظره وراء الناس الاخرين وينقدهم والى اخره. يبقى ده جانب نظري، يبقى دراسه نظريه. عشان كده بيبقى ده قصور في هذا البحث او في هذه الدراسه. نعم، الان دلوقتي في الوقت الحالي يجب ان اي دراسه يجب ان تشتمل على ايه؟ ها، جزئين، جزء نظري وجزء عملي. عشان كده لما تيجوا تعملوا رساله ماجستير او دكتوراه لازم يكون فيها جزء نظري وجزء عملي. الجزء العملي ده اللي احنا قايلينه اهو، دراسه ميدانيه او تطبيقيه او تجريبيه. تجريبيه ده لو هو هيجرب حاجه، بيقول انا عايز اجرب حاجه، ها اكسبيرمنت. تطبيقي، ها ابلايد او امبيريكال ستادي. ميداني يعني فيلد ستادي،
طب نقول سؤال بقى، طالما احنا بنقول كده نقول برضو سؤال مهم جاي في الاختبار ان شاء الرحمن. انا تابعت الدكتور احمد هو بيحط الاختبارات، وكنت واقف كده ايه خلفه وشفته حط السؤال ده. طب ربنا يكرمك يا دكتور، تقول لنا كده ايه على الاسئله اللي انت كنت شفتها هو بيحط الاختبار. اول سؤال: لا يوجد فرق بين الدراسة الميدانية والدراسة التطبيقية والدراسة التجريبية عند إعداد البحوث المحاسبية. ألف العبارة صحيح. شوف ريم على طول جاوبت، قالت الإجابة خطأ. ألف العبارة صحيح، بي العبارة خطأ، الإجابة إيه؟ خطأ. طبعا هقول لكم الهواي والبرقوة بقى عشان عايزكم تعرفوها. إذا دكتور هو ده مقرر علينا؟ طبعا لازم تبقوا عارفينها. لما نقول دراسة ميدانية على الأقل تبقوا عارفين كده فيلد ستادي وامبيريكال أو أن أو أبلايد ستادي اللي هو الدراسة التطبيقية، لأن ده بيحصل لبس. حتى مش عايز أقول لكم في بعض ساعات يعني اللي حاصلين على الدكتوراه أحيانا والله سألني يقول يا دكتور في فرق؟ قلت له راجل يا طيب الله يهديك، يعني طبعا في فرق. إيه الفرق؟ المفروض إن الدراسة الميدانية، الدراسة الميدانية تاني وأكرر، تعتمد على قائمة الاستقصاء. يبقى لو انا عامل كوتشينيرز يعني قائمة استقصاء او قائمة استبيان، يبقى دي اسمها ايه؟ ميدانية، دراسة ميدانية. يبقى وانتم مغمرين عينيكم كده لو حد سألكم بقى الدراسة الميدانية بنعملها ازاي، على طول وحضرتك بنعملها من خلال ان احنا بنستخدم قائمة استقصاء او قائمة استبيان، هما الاثنين بنفس المعنى. دايما في دول الخليج يعني يقولوا ايه قائمة استبيان، تمام كده؟ في مصر عندنا دايما نقول ايه قائمة استقصاء، الاثنين بنفس المعنى، تمام؟ هناخدها ودي موجودة بقى عندنا في الفصل الثالث، وهناخدها ان شاء الرحمن. وانا كنت ارسلت لحضراتكم نموذج لقائمة استقصاء مستقلة كده لوحدها الحالة عشان نعرف هي بتتعمل ازاي. تمام؟ طيب باختصار كده قائمة استقصاء يبقى أنا بكتب فيها أسئلة، ها معدة مقدمة أنا أهي، والمفروض إن القائمة دي ببدأ أوزعها على الناس اللي هم بقول عليهم عينة الدراسة، أو بقول عليها فئات الدراسة، فئات الدراسة بتاعتي أهي. فئات الدراسة، هفترض أنا مثلا بعمل البحث بتاعي وعايز آخد رأي مين؟ رأي نقول كده وأعضاء هيئة التدريس اللي هم بين قوسين نقول عليهم الاكاديميين، واخد راي مثلا المراجعون الخارجيون اللي هو المراجع الخارجي. يبقى دول كده فئتين، فهوزع عليهم قائمه الاستقصاء دي عشان يجاوبوا لي على الاسئله. اقول له لو سمحت حط علامه صح بس امام وجهه نظرك، مجرد بايه بيقرا السؤال ويعلم يجاوب يعني، واخد بعد كده الردود ديت ونعمل لها تحليلات احصائيه. بيتم تفريغ الاجابات ديت على برنامج اسمه ايه البرنامج ده باختصار كده، او اس بي اس اس، ده معروف قوي يعني في ايه في التحليلات الاحصائيه واساتذه الاحصاء يتم استخدامه عشان نقدر نوصل الى نتائج ونعمل اختبارات معينه ونصل الى نتائج معينه. يبقى قائمة الاستقصاء يتم استخدامها في الدراسة الايه؟ الميدانية، تمام. يبقى اذا بنحصل على المعلومات بتاعتنا دي من خلال قائمة الايه؟ الاستقصاء. اقدر احصل على المعلومات اللي انا عايزها عشان اعمل البحث بتاعي، تمام كده؟ تمام. طب الدراسة التطبيقية، الدراسة التطبيقية ان ابلايد ستادي او ان امبيريكال ستادي. طيب الدراسه التطبيقيه معناها ايه بقى يا دكتور؟ لا دي بتعتمد على ايه بقى؟ انا بجيب القوائم الماليه والتقارير الماليه وممكن وتقارير المراجعه اهو. يبقى الدراسه التطبيقيه بتعتمد على مين؟ على القوائم الماليه والتقارير الماليه وتقارير المراجعه. عشان اجيب القوائم الماليه والتقارير دي والتقارير المراجعه كمان اللي هو المراجع بيعمله التقرير، بتدرسه اكيد في المستوى الثامن، مقرر اسمه المراجعه. فالمراجع ده هو اسمه المحاسب القانوني او مدقق الحسابات او مراقب الحسابات او المراجع الخارجي، بيجي في نهايه شغله بيعمل تقرير اسمه تقرير المراجعه.
يقول والله يبقى القوائم دي بتعبر بصدق ولا لا رايه يعني، وهناك عده اراء والى اخره. طيب المفروض انا لو انا هعمل بحث بقى بجيب تقرير المراجع مثلا، بقول انا هطبق على 20 شركه مثلا، يبقى لازم اجيب القوائم الماليه والتقرير والتقرير المراجع لل 20 شركه. طب هطبق عن سنه 2018 بس؟ لا، ده انا هطبق عن سنه 2017 و18 و19، يبقى 3 سنوات لل 20 شركه، مش كده ولا ايه؟ يبقى هجمع لكل شركه لمده 3 سنوات في 20 شركه، وابدا اعمل ايه بقى؟ اطلع البيانات والارقام اللي انا بحتاجها. تمام كده؟ يبقى دي اسمها دراسه تطبيقيه، ان انا بطبق على القوائم والتقارير وتقارير المراجعه، هنا ما اعتمدتش على قائمه استقصاء. ولا ايه؟ يبقى اذا دي تعتبر مصدر من مصادر الحصول على المعلومات ايضا ولا لا؟ اه طبعا. يبقى عندنا مصادر المعلومات عشان ما يجي تبقى انت عارفها، يبقى دول حاجات مهمه جدا، ان الدراسه التطبيقيه والدراسه الميدانيه تعتبر من مصادر الحصول على المعلومات عند اجراء البحوث المحاسبيه. مش كده ولا ايه؟ بالاضافه الى بقى زي ما ايه؟ بنات يجاوبوا كده وقالوا ايه؟ لا والله يا دكتور احنا ممكن من خلال المراجع. اه طبعا. المراجع والدراسات السابقة والقوانين والقرارات الحكومية والمعايير المتعلقة بالمحاسبة أو بالمراجعة، مش كده ولا إيه؟ كل دي تعتبر مصادر لجمع مين؟ لجمع المعلومات، مصادر لجمع الإيه؟ المعلومات. فهمتوا القصة اللي أنا قلتها شوية دول الأول؟ طب هقول حاجة برضو يعني مش خارج النطاق ولا حاجة. طب يا دكتور إحقاقا للحق، احنا ساعات نشوف ناس ممكن يعمل دراسة ميدانية ويكتب في عنوان البحث دراسة تطبيقية، تمشي؟ اما تجوز يعني ممكن يمشوها او ممكن تمشي، على اعتبار ان هو والله نقول ده برضه بيطبق في واقع الحياة والكلام من ده وبتاع، ويقول ان الدراسة، لان ممكن احيانا الدراسة التطبيقية تجب الاثنين مع بعض، لكن الافضل ان هو كان يقول دراسة ميدانية طالما انه اعتمد على قيمة الاستقصاء. لكن لو لقيتوها موجودة او ممكن تمشي تمشي. واضح؟ ها أبنائي وبناتي، يبقى لو حد سألكم ها السؤال بقى الأولاني أقول يهمكم اللي أنتوا تعرفوه اللي أنتوا جاوبتوه، لا يوجد فرق بين الدراسة التطبيقية والدراسة الميدانية والدراسة التجريبية عند إعداد البحوث المحاسبية، يبقى العبارة خطأ لأن هناك فرق. تمام؟ أيوة أوعوا تنسوا السؤال ده. وعلمتكم بقى وعرفنا يعني ايه دراسه ميدانيه بالانجليزي، مش هسالكم فيها متلوش. يعني اسمها ايه؟ فيلد ستادي. ودراسه تطبيقيه يعني ها ابلايد او امبيريكال ستادي. ودراسه تجريبيه يعني اكسبيرمنتال ستادي. يبقى ده المصطلح بتاعهم باللغه الايه؟ الانجليزيه. نرجع بقى للي موجود عند حضراتكم في الكتاب عشان نحاول نختصر بقى فيه شويه بعد اذن حضراتكم. هو هنا كتب ايه بقى؟ نمشي بقى بترتيب الكتاب كده شويه وهختصر ما تقلقوش عشان بس ما ايه؟ وقال بقى في صفحه كام كده عند حضراتكم؟ صفحه 42، صفحه 42. أنا ماشي بالتسلسل أهو. واحد يقول إيه؟ إن مصادر المعلومات بيمكن تجميع المعلومات بطرق متعددة وفي أوضاع مختلفة ومن مصادر مختلفة. وطرق تجميع المعلومات تتضمن المقابلات الشخصية. إيه ده؟ هو ينفع دكتور مقابلات شخصية؟ آه طبعًا. إزاي؟ ما أنا وأنا بعمل قائمة الاستقصاء دي ممكن وأنا بوديها للشخص اللي أنا عايزه يجاوب لي عليها، يقعد يتناقش معايا في الموضوع عشان يفهمه وبعد كده يعرف يجاوب على قائمة الاستقصاء. آه ممكن. ممكن حاجة تانية من خلال مقابلات الشخصية. ايه هي؟ هنفترض دلوقتي ان احنا عايزين نعمل بحث عن ها كيفية ترشيد التكاليف في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية او في الشركة مثلا سين. طب انا ممكن انا اعمل ايه؟ اروح الشركة ديت واروح في كل قطاع من القطاعات او كل قسم من الاقسام واقعد يبقى في مقابلات شخصية مع المديرين ومع الموظفين عشان اشوف والله ايه اسباب الزيادة تكاليف و و و و الى اخره، عشان بناء من خلال المقابلات الشخصية ديت اقدر استنتج معلومات تساعدني في اقتراح وسائل ترشيد التكاليف.
ممكن من خلال المكالمات التليفونية ممكن ان انا احصل على اي معلومة، لو انا عايز مثلا معلومات من فرع مثلا معين، طب انا هنا في الاحساء ومحتاج حاجة من جامعة الامام، طب انا هسافر الرياض والله ما عنديش وقت عشان المحاضرات كل يوم و و و، ممكن من خلال الجوال يبقى يتم استخدامه. ده دلوقتي احنا بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، مش كده ولا ايه؟ صح؟ طيب اقول لكم على عنوان كمان حديث يعني طالع في مجال المحاسبة هذه الايام، ها أو اكتبه لكم عشان لسه شايف البحث ده من فترة طويلة شوية، يعني كده صار الافصاح عبر وسائل التواصل الاجتماعي على قيمة الشركة. طبعا المفترض نزود اهو عنوان اثر الافصاح المحاسبي، المفترض كنت اقول الافصاح المحاسبي، اثر الافصاح المحاسبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على قيمة الشركة. هي الشركات دلوقتي ده احنا الجامعة لما تحب تنزل اي اعلان مثلا او اي تعليمات مش بتنزلها عن طريق مثلا هي تويتر، ممكن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك او الايه او الواتس، يبقى دي وسائل ممكن الشركات تستخدمها في الافصاح المحاسبي. طب يا ترى هل ده ممكن يؤثر على قيمة الشركة؟ ممكن يؤثر على عائد السهم، ممكن يؤثر على جودة التقارير، ممكن يؤثر على كذا على كذا على كذا على كذا، يعني الى حد ما. لا، ما المفترض ان دي بتبقى مواقع رسمية للشركة، في موقع الشركة بتعمل صفحة على الفيسبوك باسم الشركة، فبيبقى في ناس مسؤولين عن اي معلومة او بيانات بيتم نشرها او تقارير بيتم نشرها على هذه الصفحة، كده ولا ايه؟ تمام. زي المواقع مثلا الالكترونية والانترنت والصفحة بتاعتها، الموقع الالكتروني بتاع الشركة، مش احنا ممكن ندخل على الموقع الالكتروني ونجيب القوائم والتقارير المالية منه ولا لا؟ طبعا هنقول بقى ده مش معتمد؟ لا طبعا، ده بيدين الشركة لو ما كانش معتمد وهكذا. تمام. انا اقصد بس في النهاية دي كلها نقول ايه؟ كلها تبر، وقام كاتب لك بقى وقوائم الاستقصاء مضارب واسطة الباحث او عن طريق ارسالها بالبريد، هنتكلم فيها بعدين كمان شوية يعني. واخيرا المشاهدات الخاصة بالافراد والاحداث، ان انا اروح واعمل مشاهدة واشوف مثلا الموظفين دول بيشتغلوا، طيب بياخدوا بريك مثلا نص ساعة في اليوم، طب البريك دوت ممكن نلاقي ليه الكهرباء والانوار كلها شغالة مثلا خلال البريك، طب ليه ما يخفوش الاضواء دي شوية، نوفر في فاتورة الكهرباء، يعني ده مصدر من مصادر مثلا ترشيد التكاليف وهكذا. اذا دي كلها تعتبر مصادر للحصول على المعلومات المختلفة. بعد بقى مصادر المعلومات للبحث التاريخي، اللي بقى مصادر اوليه ومصادر ايه ثانويه. مصادر المعلومات الاوليه اللي هي عباره عن السجلات والوثائق الاثار المقابلات مع شهود الايه العيان. وبعد كده بدا يتناول كل واحد منهم ايه شويه كده الى حد ما بالايه بالتفصيل. طبعا احنا المفروض ان مصادر الوسائل الايه الاوليه هو قالها هنا هو اللي هو في ايه صفحه 42 مع دول ايه السجلات والوثائق الاثار المقابلات مع شهود العيان. لو مشينا كده صفحتين تقريبا يعني هنلاقي ايه مصادر المعلومات الثانويه اللي هي عباره عن الصحف والمجلات، مذكرات والسير، الدراسات السابقه، الكتابات الادبيه والاعمال الفنيه، تسجيلات الاذاعه والايه والتلفزيون. كل ده يعني الى حد ما يعني ايه قراءه كده سريعه. بعد كده عايز بقى اروح على الجزئيه اللي يهمني اللي هي تعرفوها اللي هي ايه مصادر بيانات البحوث المحاسبية، اللي هي صفحة كام بقى اهي صفحة 47 47. نروح بقى صفحة 47 عشان نختصر كل اللي فات دوت. يبقى من هنا كده نبدأ من اول مصادر بيانات البحوث المحاسبية. نكتب لحضراتكم اهو صاد تمام عشان ما حدش يقول انت فين يا دكتور ويسال على الصفحه اهو. مكان الفصل الثالث ده كده يبدا من اول صفحه كام؟ من اول صفحه 47 عشان اختصر على حضرتك. نقول بقى مصادر بيانات البحوث المحاسبيه قد تكون مصادر اوليه، تكون ايه برضو مصادر ثانويه. طيب قد تكون مصادر اوليه وقد تكون مصادر ايه ثانويه.
المصادر الأولية تتمثل في البيانات التي يتم الحصول عليها من الأفراد أو المجموعات التي يتم أخذ رأيهم في قضايا معينة، المصادر السنوية مثل سجلات الشركات أو الإصدارات الحكومية وتحليلات الصناعة. السطرين آخر سطرين بقى موجودين في صفحة 47، آخر سطرين مهمين جدا 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 جدا، خلي بالهم، نعم مهمين مهمين. سؤال في الاختبار، سؤال في الاختبار، إيه بقى هو؟ المقابلات وقائمة الاستقصاء الشخصية والمشاهدات للأشخاص والظواهر هي ثلاث حاجاتهم، هي الطرق الثلاث الشائعة لجمع البيانات في البحوث المسحية. فنخلي بالنا من هذه الفقرة لو تقربتم. يبقى آخر صفحة كام؟ 47، بسطرين مهمين هم تاني، المقابلات وقائمة نقول سؤال على الجزئية دي، المقابلات وقائمة الاستقصاء الشخصية والمشاهدات للأشخاص والظواهر هي الطرق الثلاث الشائعة لجمع البيانات في البحوث. نقط، نجيب ألف، البحوث الشخصية، ب البحوث الذاتية، ج البحوث المسحية، د البحوث التاريخية. الإجابة الصحيحة هي البحوث الايه؟ المسحية. فنخلي بالنا منها لو تقرب. تمام، انتقلنا للصفحة التالية في اول صفحة 48، اول صفحة 48، اول سطر مهم جدا جدا جدا، ايه هو بقى؟ المقابلات لها ميزة المرونة في شكل تغيير الأسئلة إذا دعت الحاجة. لأن أنا دلوقتي لو أنا بعمل مقابلة مع مثلا ابنتنا دالي أو ابنتنا سماح، طيب المفترض وأنا بعمل المقابلة فيس تو فيس كده، مش أنا ممكن وأنا أثناء المقابلة أغير في صيغة السؤال، أعدل في صيغة السؤال، ألغي سؤال، أدمج سؤالين مع بعض؟ أه طبعا ممكن يا دكتور بمنتهى البساطة، على حسب الإيه؟ على حسب سير المقابلة. يبقى المقابلة دي بتتميز بإيه؟ بإنها ميزة المرونة في إن أنا ممكن أعمل إيه؟ أغير شكل الإيه؟ شكل الأسئلة إذا دعت الحاجة لذلك. تمام؟ يبقى تاني، المقابلات هي التي لها ميزة المرونة في شكل تغيير الأسئلة إذا دعت الحاجة. أما قوائم الاستقصاء فلها ميزة الحصول على البيانات بطريقة أكثر كفاءة في شكل وقت الباحث والتكاليف، بتوفر عليا طبعا، أنا ممكن أنا إيه يعني بتبقى أقل شوية في التكليف، وفي نفس الوقت الوقت تمام بتاعي بيتم توفيره. تمام، فسطرين دول في أول صفحة 48 نخلي بالنا منهم لو تكرموا بعد إذن حضراتكم. عايز اختصر بقى عليكم كمان المصادر الاوليه والعرض التاريخي ومناقشه المجموعات ممكن ودراسه الحاله وادي المشاهدات. نروح على قوائم الاستقصاء. يلا ابنائي الاعزاء، في صفحه كام بقى قوائم الاستقصاء اهيت اللي هي موجوده عند حضراتكم في صفحه كام؟ 51، في صفحه 51 اكتبها لكم برضو عشان ما حدش يسأل اهو، صاد 51 كده، عمالين نختصر عليكم بقدر الامكان اهو ابنائي الاعزاء وبناتي الافاضل. نبدأ بقى، هو كتب اهو قوائم الاستقصاء اللي هي الكوتشينيرز. قائمة الاستقصاء ده ممكن نجيبها تعريف طبعا، او اول سطر مهم، قائمة الاستقصاء هي قائمة مكتوبة مسبقا تتضمن عددا من الأسئلة ليقوم الأفراد موضوع البحث بالإجابة عليها. جزانا وإياكم يا رب العالمين، ابنتنا فاضلة. يبقى تاني، قائمة الاستقصاء عبارة عن إيه؟ تعرفها؟ قائمة الاستقصاء هي لأن ممكن أجيب سؤال كده أو ما إيه؟ نقط نقط، هي قائمة مكتوبة مسبقا تتضمن عددا من الأسئلة ليقوم الأفراد موضوع البحث. كلمة الأفراد موضوع البحث فأنا أعلم لهم مين؟ فئات الدراسة أو عينة البحث يعني، بالإجابة عليها. وكلمة عليها الهاء هنا عايدة على مين؟ عايدة على الأسئلة،
الإجابة على مين؟ على الأسئلة التي تتضمنها هذه القائمة. يبقى تاني السؤال نقط، هي قائمة مكتوبة مسبقا تتضمن عددا من الأسئلة ليقوم الأفراد موضوع البحث بالإجابة عليها. ألف قائمة الاستقصاء، ب خلاص ما أي حاجة بقى تانية يا دكتور، قائمة الأهداف، قائمة السجلات، قائمة الدفاتر، قائمة مش عارف كذا، خلاص الإجابة بتاعتنا مين؟ قائمة الاستقصاء، قائمة الإيه؟ الاستقصاء. طيب ابنتنا بيان كتبت حاجة، هي بس جت معاك انت والله، ما يعني انت كتبتي الاستقصاء. سؤال بقى، انتوا كلكم شايفين اللي ابنتنا بيان كتبته، هل في خطأ في اللي ابنتنا بيان كتبته؟ هل هناك خطأ ام لا؟ اللي هيقول لي في خطأ هقول له ما هو، اللي هيقول لي ما فيش هقول له لماذا. خلاص يا دكتور ما نردش عليك خالص ونسكت، نعمل نفسنا بقى بنشرب في فنجان القهوه ولا حاجه ولا نسكافيه وما نردش لحد انت ما تزهق مننا وتجاوب انت وخلاص. طيب بصوا كده، هي كتبت كده اهي، كتبتها كده، ايوه اعمل نفسك ميت، ايوه صح كده تمام. طب اقول لكم على حاجه الله والله انا بقول لكم حاجات من الحلقات المسجله يعني، بس مش حاجات غلط يعني، ده حاجات بتحصل يعني. احيانا دايما نقول للباحث ايه في وقت مثلا لما يجي يسجل الماجستير او الدكتوراه، فبيعمل حاجه اسمها سيمينار. السيمينار ده بيبقى البروبوزال بتاعه اللي هو مشروع البحث بتاعه، بيبدا القسم كله يعني بيسالوا فيه يعني عشان يشوفوا هل الطالب او الباحث يعني ملم بالموضوع ولا لا، او يعني الموضوع بتاعه كويس ولا مش كويس وهكذا يعني. فممكن دايما بقى الواحد يتعود بقى خلاص بعد ما كبرنا شويه يعني، فنقول لبعض الباحثين لما حد يسالك سؤال اعمل نفسك بتفكر شويه. لو اعمل نفسي بفكر اقول له اه، اقول لي ليه؟ اقول له يا ابني لما تعمل نفسك بتفكر هتلاقي حد ربنا هيكرمك بحد من الاساتذه التانيين هيرد على الاستاذ التاني، فيبقى انقذك من الموقف، ايه المشكله يعني؟ انا مره في السيمينار بتاعي مش عارف في الماجستير ولا في الدكتوراه عربي مش متذكر، فاحد الاساتذه يقول لي كم عدد الشركات في جمهوريه مصر العربيه التي تطبق اسلوب الجيت؟ جاست اون تايم. كم عدد الشركات اللي بتطبق؟ انت لو سالت حد من الاساتذه اساسا مش هيعرف، ولا اعرف كم شركه بتطبق الاسلوب دوت يعني. كنت كاتب نبذه بسيطه عن هذا الاسلوب يعني في الهامش في احد الصفحات، فلقيت استاذ عملت نفسي بفكر كده، فاهم، استاذ تاني راضي عليه قعدوا يردوا مع بعض خلاص وانا قاعد اتفرج عليهم يعني. فلازم برضو الباحث يكون عنده نوع من انواع الذكاء، ما نقولش خبث، نقول ايه؟ الذكاء الحميد. تمام. طيب نرجع تاني للغه العربيه، لان انا ما اتكلمتش لسه، بقول مقومات البحث العلمي هنتكلم فيها ممكن لو النهارده لو في وقت اللقاء القادم ان شاء الرحمن. لا انا اهي اكتب الكلمتين الاستقصاء وشرطه الاستقصاء، مفيش حاجه اسمها الاثنين صح. لا هو ما كتبش ليه الله يسامحه؟ الاستقصاء شرطه الاستقصاء، كتب معلش والله ما فيهم واحده صح وفيهم واحده خطا بالمناسبه يعني. انا اتعمدت عشان ابنتنا لما كتبتها الاولى ما فيش حاجه يا ريم اسمها الاولى اصح، انا بقول واحده صح واحده خطا اهو. ايوه بالهمزه خطا ابنتنا داليا، تمام كده ايوه، يبقى الثانيه صح. يبقى بنقول ايه؟ قائمه الاستقصاء، الاستقصاء ما بنقولش الاستقصاء، الهمزه بتلاقيها ايه يعني مدغمه كده متاكله في وسط الكلام، مش كده ولا ايه؟ فيبقى الصح نقول ايه؟ الاستقصاء، الاستقصاء تمام، وليس الاستقصاء. انت هتقعد تدقق بقى وانت بتعمل في البحث على اللغه العربيه كمان، ما احنا لسه قلنا من ضمن مقومات البحث العلمي، من ضمن مقومات البحث العلمي الناحيه الايه؟ الشكل اهو، الشكل واللغه والقواعد عشان ما تنسوهاش. يبقى من ضمن مقومات البحث العلمي الشكل واللغه والقواعد، هم في ثلاث حاجات مهمين جدا في نقول سؤال عشان جاي في الاختبار، مقومات البحث العلمي في ثلاث حاجات رئيسيه ما تنسوهمش ابدا ابدا نهائيا. اول حاجه الناحيه الشكليه، ده احنا يعني بالله عليك يعني ده ساعات حتى لما نيجي نحكم على شخص مثلا بنبص يقول لك الجواب بيبان من عنوانه، لو هو شخص
شخص كده يعني مهندم كده ومرتب ومظهره طيب ولبسه يعني متناسق وكذا وكذا، نقول لا والله انت شكله ايه، لا نقعد معاه بقى نشوف اسلوب كلامه. يبقى حكمنا الاول على مين؟ على الناحيه الشكليه قبل ما نحكم على الجوهر، مش كده ولا ايه؟ يبقى الناحيه الشكليه واللغويه من ناحيه القواعد واللغه والمجرور والمنصوب والمرفوع والمضموم وكذا وكذا، والقواعد، القواعد التي يجب اتباعها بشكل عام عند اعداد البحث العلمي، دي مهمه؟ اه طبعا مهمه جدا. كان لسه في باحث بيكلمني وهيناقش الماجستير وتشكله، فبيقول لي يا دكتور طب الرساله انا اللي كنت عملتها، قلت له يا ابن الحلال طيب انت مش المفترض تعرف قواعد وتنسيق الرساله بيبقى عامل ازاي؟ يعني بتنكتب مثلا خط سمبليفايد ارابيك 14، الخط العنوان الرئيسي يبقى مثلا ايه؟ بولد كده بيبقى بارز شويه، العناوين الفرعيه تبقى كذا، المفترض الصفحه بيبقى فيها كام، في هامش تحت ولا ما فيش وهكذا، بتسيب كام مساحه قد ايه من على اليمين ومن على اليسار ومن اعلى الصفحه ومن اسفلها، حد راجع لك لغه عربيه ولا لا؟ دي كلها نواحي شكليه ولغه وقواعد. النقطة الثانية الموضوعية. الموضوعية ان الباحث ما يبقاش متيز للنتائج على حساب حاجة مختلف، والله انا ماليش دعوة انا موضوعي، يعني انا محايد، النتائج بقى دي تتفق مع وجهة نظري تختلف مع وجهة نظري ايا كان، انا بعرض النتائج زي ما انا بتوصل اليها بالظبط. تمام. ها النقطة الثالثة والمهمة الأمانة العلمية. شفتوا بقى هنا كتبت الأمانة حطيت همزة، مش كده ولا إيه؟ يبقى لازم الهمزة هنا تبقى موجودة. الأمانة، الأمانة العلمية. الأمانة العلمية مهمة أه طبعا، ودي بتبقى بتودي ناس في يعني مالهاش لفظ تاني، آسف في كلمة، يعني الشخص ده غير أمين علميا يعني يبقى حرام، يعني حرامي اه هي مالهاش تفسير كده، مش هنقعد نزور في الكلام. يعني ايه نزور في الكلام؟ انت خدت فقره من حد ما تقول، خدت من مصدر معين ما تقول، خدت مرجع من مرجع معين ما تقول، انما يعني ايه؟ ده اللي هتقول لي هو دكتور في بعض الناس ممكن تاخد من باحثين وما تقولش؟ اه في. ده بنقول عليه بالبلدي كده حرامي علميا، اه بيسرق يعني اهي بيسرق من بحث معين وينسبه لنفسه، اه وموجود على فكره، موجود. يعني موجود. وفي بعض الحالات الواحد يعني حتى يعني ايه يعني ربنا يستر عليهم وعلينا رب العالمين ويحفظنا جميعا يا رب، يعني من هذه الشرور يعني ده بيعيب في حقك. اه طبعا انت ايه الداعي اللي يخليك تسرق وتقول وما تكتبش المرجع؟ يعني ليه هل ده سينقص من قدرك شيء؟ بالعكس، انت كل ما تكون في امانه، ولذلك دايما في جمله احد اساتذتنا زمان رحمه الله عليه قالها لنا كده فعجبتني قوي، يعني من زمان، فقال لك كده، يقول لك ايه؟ باحث ضعيف علميا ولكنه امين علميا افضل من باحث قوي علميا لكنه غير امين علميا. مش عارف انتوا بقى فهمتوا الصيغه ولا لا؟ يعني بالبلدي كده واحد باحث واد شاطر ومطقطع كده وذهنه بسم الله ما شاء الله عليه، يعني 100 100 اه 100 100 بس سعادتك ايه؟ بيلعب بالبيضه والحجر زي ما بيقولوا بالبلد، بيسرق من هنا ومن هنا ومن هنا وبينسب كل ده لنفسه، لا ده ما ينفعش يا عم. طب واحد تاني ضعيف شويه بس ايه؟ لا والله راجل امين ومحترم وكويس. الضعيف ده ممكن احنا نقويه، نقول له تعالى ايه عدل في كذا وصلح في كذا وغير في كذا واعمل في دي وعيد دي واعمل دي كذا وشوف دي كذا وخلي الدكتور ده يساعدك في كذا وده يعمل كذا، يبقى هننمي مهاراته وقدراته ونقويه ولا لا؟ اه طبعا، ويبقى مستوى البحث بتاعه ممتاز وننميه علميا كمان ويبقى علمي. افضل من الشخص الثاني مليون مره. تمام. الا الامانه العلميه، يعني انا اعرف حاله يعني في بقى، وعلى فكره كل حاجه بتبان بالمناسبه، يعني وانا بدور على احد الموضوعات مثلا، مش هنقول على اسم حد يعني، بس اهو نكتب ايه الف صاح الاختياري، اهو كتبت عنوان بس اهوت وخلاص، كنت عايز اشتغل في الموضوع ده الف صاح الاختياري، لقيت احد الدكاتره سامحه الله ونفس البحث تيبيكال بالظبط موجود، اللي اتغير بالظبط عنوان إيه؟ ايه اسم الباحث بس، شال اسم الباحث وحط اسمه وكل ما فيها عامل نفسه شاطر. يعني طبعا مع التقدم والتكنولوجيا دلوقتي، هو الكلام ده كان مثلا في سنه اعتقد 2009 تقريبا يعني و2007، واخد نفس البحث ومنشور، وده نشر البحث في دوله وده نشره في دوله ثانيه. لما جيت ابص معايا البحثين، وده استاذ ده استاذ وده ناقل من ده خد من ده بالظبط، لما نيجي هنا بقى نحكم عليهم نقول مين فيهم اللي يعتبر غير
مين علميا او مين يعتبر السارق فيهم؟ بالمناسبة يعني ثانية واحدة دكتور، الاحدث هو الذي سرق من الاقدم. انت عملت البحث سنة 2007 والتاني نشر 2009، خلاص انتهت العملية، يبقى 2009 هو اللي واخد من 2000 وكام؟ من 2007. يبقى تاني سؤال بقى مهم اهو، طالما ان احنا اتكلمنا في نواحي الايه مقومات، يبقى مقومات البحث العلمي تتمثل في ثلاث مقومات رئيسية، مش عايزكم بقى تنسوهم. جايين في الاختبار، السؤال ده جاي في الاختبار، جاي في الاختبار. سمحت الدكتور احمد حامد وهو بيحط الاختبار، كنت انا واقف وراه وهو مش شايفني، الحمد لله رب العالمين، فجابوا جابوا في الاختبار. ها يقول لك ايه؟ ليس من مقومات البحث العلمي الجيد نقطتين وشرطه، او يجيبوا بصيغه ايه؟ كل ما يلي يعد من مقومات البحث العلمي الجيد فيما عدا الف الشكل واللغه والقواعد، ب التحيز في النتائج، جيم الموضوعيه، دال الامانه العلميه. يبقى الاجابه الصحيحه ايه؟ ايه التحيز في النتائج ده؟ لا طبعا التحيز في النتائج ده المفترض الباحث ما يتحيزش في النتائج، مش كده ولا ايه؟ تمام؟ وصلت؟ السؤال ده مفهوم؟ عشان كده بالمناسبه يا ابنائي وبناتي الاعزاء، اما حد بيجي يعمل بحث نقول له دايما حاول ايه؟ كل ما تعمل بحث وتنشره سريعا، يعني ما ياخدش وقت عشان ايه؟ الحداثه بتاعه البحث بتاعك. يعني انتوا فاهميني ازاي؟ انا عملت بحث، طب لو انا ركنته في الدرج زي ما بيقولوا كده ولا في المكتب كده، وقعدت خمس ست شهور ولا سبع ثمان شهور، ممكن تيجي داليا او مريم تعمل الفكره، سبحان الله ممكن تكون عجبتها برضو، ايه المشكله؟ فلما تعملها يبقى معنى كده عم الدكتور ها لسه امس لقيت بحث معمول. انا عملت بحث هنا في البيئه السعوديه بعنوان اثر خصائص لجان المراجعه على الافصاح المحاسبي عن راس المال الفكري، ادله عمليه من بيئه الاعمال السعوديه، ونشرته في مجله جامعه بنها سنه 2019، وجئت في سنه 2020 لسه بحث منشور بالظبط كده بقاله تقريبا حوالي شهرين، بيتكلم عن ايه؟ اثر خصائص الشركه وخصائص لجنه المراجعه على الافصاح المحاسبي عن راس المال الفكري في البيئه السعوديه. قلت يا نهار ابيض، ده يعني نفس الفكره، ممكن يكون عجبه البحث او شافه او ما شافوش او علم وحب يشوف يطبق برضه. طب ما انا مطبق في البيئه السعوديه، يا ترى ايه الاختلاف اللي هو عمله؟ هل في اختلاف ولا ما فيش؟ بعد ما جبت البحث لقيته مش حاطط المرجع بتاعي بصراحه، والله يا اولاد قلت يلا ربنا يسهله، يعني مفيش مشكله عادي، ربنا يكرمه رب العالمين. نرجع بقى تاني ها لقائمه الايه؟ الاستقصاء. يبقى احنا كده قلنا حوالي سؤالين غير الشرح اهو، مهمين جدا وجايين في الاختبار ان شاء الرحمن. نرجع بقى تاني لقائمه الاستقصاء، لان ده السؤال الثالث اللي قلناه اللي هو تعرفها، مش كده ولا ايه؟ قائمة الاستقصاء هي طريقة أكثر كفاءة لتحصيل البيانات عندما يعرف الباحث تماما ماذا يريد وكيفية قياس المتغيرات. طيب ما هو تمام، ويمكن أن تكون قائمة الاستقصاء مدارة شخصيا أو عن طريق البريد. يعني إيه كلمة قائمة الاستقصاء مدارة شخصيا أو عن طريق قائمة البريد؟ عشان تبقوا فاهمينها يعني. تمام، مدارة شخصيا يعني إيه؟ مريم دلوقتي عايزة تعمل البحث، ايه المشكله يا دكتور؟ هتستخدم قائمه استقصاء. مريم هي بنفسها اللي بتروح توزع قوائم الاستقصاء قبل الداليا وقبل الدنيا وقبل سماح وقبل احمد وقبل التريم وقبل التريمه، وبتوزع عليهم قائمه الاستقصاء بنفسها بنفسها. ليه؟ والله مريم قالت يا دكتور اصل انا مش واثقه في حد، فانا عايز عشان لو ريما جت تسال سؤال في حاجه في القائمه اعرف انا اتكلم معاها وايه واشرح لها انا اقصد ايه. سماح جت تسالها في نقطه معينه، لا مريم تعرف توضح لها وجهه نظرها. ريم جت تسالها في حاجه برضو ايه، لا هي اللي تعرف. فقلت لها طب ما كنت تخلي اي حد، قالت لي لا انا ما بصيتش بحد، انا هروح انا بنفسي. يبقى دي كلمه ايه؟ قوائم الاستقصاء مدارة شخصيا، يعني بمعرفه مين؟ الباحث بنفسه. اما قوائم الاستقصاء الثانيه اللي هي بقى يقول لك ايه، او عن طريق البريد. عن طريق البريد، قلت لها طب ثانيه واحده يا مريم، على فكره انت وجهه نظرك صحيحه، بس عارفه كلامك ده ينفع امتى؟ قالت لي امتى؟ قلت لها لو انت بتطبقي مثلا على منطقه الرياض البحث بتاعك. قالت لي اه. قلت لها وكل الناس دول ساكنين في الرياض، فتبقى العمليه التحرك بتاعك سهل، او بتطبقي على جامعه الامام وانت ساكنه في الرياض فانت قريبه من الجامعه فيبقى سهله تقابلي الاساتذه.
قلت لي اه صح، ما انا عشان كده ده اللي خلاني لجأت ان انا استخدم قائمه الاستقصاء وتكون مدارة شخصيا يعني انا بنفسي. قلت لها طب لو انت عايزه تطبقي على الجامعات السعوديه كلها، هل سيمكنك ان تذهبي وتسافري الى الجامعات السعوديه ككل؟ قلت لي لا طبعا صعبه جدا، من رابع المستحيلات عشان نكون امناء مع بعض. هو انا عندي طياره خاصه هقدر انتقل من هنا لهنا بسهوله ولا ايه يعني؟ قلت لها ايوه، يبقى معنى كده ان انت ستتغلبي على ذلك من خلال استخدام قوائم الاستقصاء البريديه، وذلك في حال تغطيه البحث لمنطقه جغرافيه اوسع اللي هي الجامعات السعوديه منتشره في المملكه بشكل عام. يبقى هتروحي فين ولا فين؟ يبقى معناه ان انت غصب عنك هتضطري تبعتي قائمه الاستقصاء من خلال بقى الايميل، او من خلال مثلا الواتس، او من خلال الفيس، او من خلال جوجل درايف، او من اي وسيله، او تبعتيها لاي حد. افتراض انا الدكتور احمد اعرف حد في مثلا في جامعه طيبه في المدينه، او في جامعه ام القرى، طب خلاص انا اروح فين في مكه دلوقتي والمدينه فين دلوقتي، هعمل ازاي؟ ابعتها لصديقي اقول له لو سمحت ممكن توزع القائمه ديت على الاساتذه اللي عندك؟ يقول لي حاضر. يبقى خدمني اه مشكورا ممكن، انما لو انا بطبق على جامعه الامام بس، طب ما انا سهله ممكن انا اروح بنفسي. يبقى ده اقصد لو منطقه جغرافيه واحده فقط يبقى يمكن ان تكون مدارة شخصيا، اما اذا كانت التغطيه في منطقه جغرافيه اوسع ففي هذه الحاله ستكون مدارة بريديا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معذرة أبنائي وبناتي، الأذان بس كان بيخلص فيعني انتظرنا كده دقيقة يعني. يبقى تاني بقى نرجع لقوائم الاستقصاء. ففي صفحة 51 قال بقى قوائم الاستقصاء المدارة شخصيا، ها، عندما تكون الدراسة منصبة على منطقة محلية واحدة ويستطيع الباحث تجميع الأشخاص موضوع الدراسة للإجابة على قوائم الاستقصاء، فإن إدارة القائمة شخصيا تكون إيه؟ أفضل الطرق لتجميع البيانات. طبعا دي لها مزايا، اه طبعا المزايا بتاعتها ان الباحث او عضو في فريق البحث، يعني افتراض ان انا بعمل بحث انا مثلا وصديقي وزميلي اخونا الفاضل الدكتور نبيل ياسين، فممكن احنا الاثنين خلاص هو ايه يوزع جزء من القائمه وانا اوزع جزء، يبقى ما يعتبر كده ايه عضو في فريق الايه في فريق البحث. يبقى ان الباحث او عضو في فريق البحث، بالمناسبه يعني او الكتاب حتى فيه اخطاء في الناحيه اللغويه، ها ان الباحث، يبقى ان فيها همزه ناقصه مش موجوده، او عضو في فريق، او اي في همزه مش موجوده، يبقى المفترض دي كلها نواحي اهي لغويه خطا كان يجب ان يتم تداركها ابنائي وبناتي الاعزاء. ان الباحث او عضو في فريق البحث بيمكن ان يجمع البيانات في فتره صغيره، واي شك في الرد على قوائم الاستقصاء بيمكن تصحيحه في الايه في الحال، كما يكون للباحث فرصه لتقديم موضوع البحث وحفظ اشخاص موضوع البحث للاجابه بشكل امين على اسئله الايه البحث. وطبعا هذه الطريقه ها من ضمن مزاياها قله الايه التكلفه بتبقى اقل. اما في صفحه بقى 9، في صفحه 52، في صفحه 52 قوائم الاستقصاء البريديه بيمكن استخدام هذه الطريقه في حال التغطيه ايه تغطيه البحث لمنطقه جغرافيه واسعه. من عيوب هذه الطريقه بقى ان ممكن الناس كتير ما يردوش على قائمه الايه الاستقصاء، يبقى انخفاض نسبه الردود، وقد لا يتوفر للشخص موضوع البحث فهم جيد للاسئله، ولا يجد من يشرحها له، مما يجعله يجيب على الاسئله بشكل غير ايه غير سليم. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني دلوقتي انا عايز اعمل بحث، طيب وبعت القائمه ديت لابنتنا مريم مثلا، وهنفترض انها ساكنه في المدينه، وجت توزعها على الناس. مريم ممكن ما عندهاش خلفيه ولا درايه بالموضوع، هي عايزه تخدم الدكتور احمد. طيب تمام، جت تدي القائمه ديت لداليا والسماح ودنيا، بيسالوها بعض الاسئله في القائمه، مريم ما تعرفش ترد، هي غير ملمه بالموضوع، هي عايزه تخدم الدكتور احمد وخلاص. قال لا، طب ما هو كده داليا ودنيا وسماح لما يجوا يجاوبوا على القائمه
وحبوا يستفسروا عن بعض الحاجات، لقوا مريم مش عارفه تجاوبهم، طب ومش عارفين يتواصلوا مع الدكتور احمد، لما يجوا يجاوبوا اجابتهم على القائمه ستكون غير ايه؟ غير دقيقه. في سؤال مش فاهمينه ايه المقصود بيه، خلاص ممكن يسيبوه، يبقى نسب الردود ممكن تكون ايه؟ ها، منخفضه، وقد تؤثر قله الردود على معنويه النتائج التي توصل اليها. لان انا مش معقول ان انا هكون مثلا موزع على سبيل المثال اهو، بصوا كده 100 قائمه، 100 قائمه تم توزيعها، طيب ايه المشكله يعني؟ اللي رجع لي 20 قائمه ده كده الايه؟ المسترد. المسترد 20. هتيجي ريم تقول لي ايه المشكله يا دكتور؟ اقول لها لا ما ينفعش طبعا. الدنيا قالت لي الله، يعني لو انا مشرف عليكي اقول لك ايه النسبه دي؟ منخفضه جدا طبعا يا بنتي. انت ليه ما لا طبعا ما ينفعش. النسبه دي كده لا تعبر. ها؟ المفترض النسبه يعني ده المنطق بيقول يعني حاجه بديهيه كده، ما تقلش حتى عن 50% 60% مش كده ولا ايه؟ يعني معناه ان نسبه الردود تبقى فده من ضمن عيوب قوائم الاستقصاء الايه؟ البريديه. طب هل هناك ارشادات لتصميم قائمه الاستقصاء؟ نعم. هي بقى الارشادات دي؟ طبعا عايز بس ايه انوه الاول واقول احنا ايه من اول صفحه كام لحد نهايه الفصل كده، عشان ايه الجزء ده يتذاكر، مهم جدا جدا ان شاء الرحمن، من صفحه 51، فعايز اكتبها لكم واشوف ايه اخر الفصل اهوت اخره صفحه كام. ادي لصفحه 60، يبقى من 51 الى 60 اهو اكتبه لحضراتكم. من صاد لازم صاد صاد 51 الى 60 اهو اكتب لكم كده. فكان الفصل ده الى الفصل الثالث من صفحه 51 اللي هو 60 ايه؟ ده مهم جدا جدا ابنائي وبناتي الاعزاء، عشان بس يبقى ايه؟ تبقوا معايا. نرجع بقى تاني لصفحه كام؟ 52. هل هناك ارشادات يجب مراعاتها عند اعداد قائمه الاستقصاء؟ يعني واحنا بنعملها قائمه الاستقصاء ديت يا دكتور، هل في عندنا بعض الارشادات ممكن تساعدنا؟ طبعا. امال انا ليه بعت لكم نسخه من قائمه الاستقصاء؟ ما انا بعتها للاسترشاد والتعلم والاستفاده. المفروض القائمه ديت في بعض المعايير في صياغه القائمه، ها، وتحديد المتغيرات بتاعتك والشكل العام بتاع الايه؟ بتاع القائمه. فلو جينا لصياغه القائمه مثلا، هو قال ايه؟ الصياغه بتشير الى عده عوامل مثل مدى ملائمه موضوع الاسئله، اللغه التي تصاغ بها الاسئله، نوع وشكل الاسئله، ترتيب الاسئله، والاسئله الشخصيه. كل دي المفترض في صياغه الايه؟ في صياغه القائمه. بعد كده محتوى وغرض الايه؟ وغرض الاسئله. وننتقل بعد ذلك الى جزئيه اهم اللي هي مين؟ لغه قائمه الاستقصاء. لغه قائمه الاستقصاء. اللغه هنا يعني يعني عشان اصيغ الاسئله يجب ان يتم صياغه الاسئله بشكل يؤدي الى ان الشخص المستقصي دوت يفهم الاسئله، مش كده ولا ايه؟ ده اكيد يا دكتور. علشان كده ابنائي وبناتي الاعزاء، هناك جزء مهم جدا يجب ان يدرج بالقائمه، وهو تعريف بالمصطلحات الوارده بالقائمه. يعني لما اجي اقول مثلا اثر المراجعه المشتركه على القيمه السوقيه للشركه، تمام، ووزعت مثلا القائمه الاستقصاء ديت، طب ما ممكن مثلا ابنتنا الدنيا لو انا بديها قائمه الاستقصاء هتقول لي دكتور هو ايه المقصود بالمراجعه المشتركه؟ ممكن ما تعرفهاش. ريما نفس الكلام، سماح نفس الكلام، وريم نفس الكلام، مش كده ولا ايه؟ ده ليه دايما انا عارفه؟ قلت لها ماشي انت عارفه ومريم عارفه، لكن بقيت الناس التانيين لو وزعت عليهم القائمه ما يعرفوش. طب للتغلب على ذلك بقى نعمل ايه؟ ها؟ فدايما نقول لابنائنا وبناتنا الباحثين، يا ابناء وانت بتكتب الصفحه الاولانيه كده اللي هي بنقول عليها التمهيد بتاع الايه؟ اللي انا زي ما موجوده مرسله لحضراتكم اللي هو ايه؟ يقوم الباحث باعداد بحث علمي بعنوان كذا كذا ويتعهد اللي هي نقول عليها صفحه كده ايه؟ يعني كانها تمهيد للايه؟ للقائمه يعني. وكانها بمثابه وثيقه او عقد ما بين الباحث والناس اللي هيردوا على قائمه الاستقصاء، وان انا بتعهد ان اي البيانات اللي هتجاوبوا عنها سيتم ايه؟ استخدامها فقط في اغراض البحث العلمي، وستكون هناك سريه تامه كذا كذا والكلام من. طيب
اقوم جاي بعدها اقوم عامل ازاي؟ مصطلحات وارده بالقائمه، اقوم عامل ايه؟ المراجعه المشتركه خاصه بها اشتراك مكتبين او ها عمليه المراجعه وذلك بغرض، وهم كاتب تعريفها. يبقى لما اجي اوزع قائمه الاستقصاء ودنيا تيجي تقرا القائمه هتلاقي تحت مكتوب مين؟ تعريف المراجعه المشترك. خلاص كده ليه؟ اقول مثلا المسؤوليه الاجتماعيه للشركات وهم كاتب تعريف المسؤوليه الاجتماعيه للشركات. اقول مثلا راس المال الفكري وهم كاتب تعريف راس المال الفكري والمقصود بيه ايه؟ اقول التنميه المستدامه وهم كاتب. يبقى لما انا اكتب المصطلحات ديت واكتب معناها يبقى لما حد يجي يجاوب على القائمه هيبقى فاهم هو بيجاوب ازاي والاسئله معناها ايه؟ تمام؟ واضح؟ طيب نيجي نشوف بعد كده نوع وشكل الاسئله، نوع وشكل الاسئله في صفحه 53، صفحه 53 ها. نوع وشكل الاسئله بيقوم الى ثلاث انواع ايه هم الاسئله دي؟ يا اما انها تكون اسئله مفتوحه او اسئله مغلقه او اسئله ذات الصياغه الموجبه او السالبه. تاني كده ها، يبقى نوع وشكل الأسئلة في قائمة الاستقصاء كم نوع؟ ثلاثة، إما أسئلة مفتوحة أو أسئلة ها مغلقة أو أسئلة ذات الصياغة الموجبة أو السالبة. تعالوا كده ناخد كل نوع منهم بإيجاز شديد. الأسئلة المفتوحة، يعني إيه الأسئلة المفتوحة؟ لما أجي أقول دلوقتي إيه؟ ليكم مثلا سؤال، أذكر خمس بنود مثلا أو خمس قواعد يجب مراعاتها عند إعداد قائمة الاستقصاء. أنا قلت خمس قواعد. ماشي. ده أنا حددت كده الخمس قواعد، مش كده ولا إيه؟ لا ثانية واحدة، ده يبقى ده معناه إن أنت بتقول له ها أذكر خمسة أنت حددتهم، يبقى كأنها أسئلة مغلقة. إنما لما أقول أسئلة مفتوحة، لا أنا عايز أسيبها إيه؟ مفتوحة، أوبن بوفيه زي ما بيقولوا، يعني ما أقولش الخمسة دي. ها. تمام؟ لا ممكن اقول اذكر خمس، يبقى دي برضه اسئله مفتوحه. تمام؟ يبقى السؤال المفتوح ان انا بقى ايه؟ ها بسمح للشخص الذي سيتم الاجابه عن قائمه الاستقصاء بانه يجاوب بالشكل الذي يريده. اقول له مثلا ايه؟ اذكر خمس عناصر تراها تخلق تحديا في مجال العمل، او ما هي الاشياء التي يحبها في بيئه العمل؟ ما هي الاشياء؟ خلاص والله الدنيا تقول حاجات ومريم تقول حاجات وسامع تقول حاجات واحمد تقول حاجات مختلف عن التاني. يبقى ده سؤال مفتوح اجابته ستختلف من شخص الى اخر، بيجاوب زي ما هو عايز، اوبن بوفيه، كل واحد يختار اللي هو عايزه. دي اسمها اسئله مفتوحه. اما الاسئله المغلقه فاقول له لا، ده انا هعمل ايه بقى؟ انا اذكر مثلا اقول لك ايه، لو سمحت العوامل التالية. يعني مثلا اقول لك ايه، انا اذكر لك خمس عوامل، اقول لك قل لي اهم ثلاث عوامل من هذه العوامل الخمس. هي كده حصاطة. ما ينفعش بقى مريم تقول لي يا دكتور بس الخمس عوامل دول لا انا شايفه ان في عامل تاني مختلف عنهم كان هو الاهم. قلت لها هو ده موجود في السؤال؟ قالت لي، قلت لها خلاص انت تجاوبي وفقا للسؤال. السؤال بيقول لك ايه؟ اذكري اهم ثلاث ايه؟ ثلاث عوامل من هذه العوامل الخمسه فقط. يبقى هنا السؤال ده اسمه سؤال ايه؟ مغلق، او اسئله مغلقه. اسئله ايه؟ مغلقه. تمام؟ بعد كده في اسئله اسمها اسئله ذات الصياغه الموجبه او السالبه. الاسئله هنا بقى بتتيح الاجابه بحاجه من الاثنين، يا نعم يا لا. انت بتحب الكره؟ بتشجع الكره؟ نعم او لا؟ يعني الاجابه يبقى نعم يا اما لا. انت شايف ان اللي صاحب راس المال الفكري يجب ان يكون ضمن ها القوائم الماليه اللي هو اتجاه الدمج؟ فالسؤال الاجابه هنا يقول لي نعم وهكذا. يبقى اذا الاسئله ذات الصياغه الموجبه او السالبه، حيث توضع الاسئله بشكل يتيح الاجابه بنعم او ايه او لا. بعد كده ننتقل الى قواعد ينبغي مراعاتها عند صياغه الاسئله او عند اعداد قائمه الايه؟ الاستقصاء. خلي بالنا منها ايضا ابنائي وبناتي الاعزاء. القواعد دي ذكرها عند حضراتكم في صفحه 53 و54. ست قواعد. ست قواعد. ايه هما الست قواعد دول؟ واحد، ان تكون الاسئله سهله لا تحتمل اكثر من معنى ويمكن فهمها بوضوح.
اتنين ان تبدا الاستبانه بالاسئله. ها انتوا اللي تقولوا بقى تبدا الاستبانه بالاسئله ليه؟ ها عشان اشوفكم متابعين معايا ولا لا؟ الاسئله ايوه كده. انا اتعمدت اخليكم انتوا تجاوبوا ليه؟ ها لان انا جايبها سؤال في الاختبار. او ان تبدا الاستبانه بالاستبانه بالاسئله السهله ثم الصعبه. صراحه بتقول لي ليه انت عملت فينا ايه في السؤال؟ قلت له ما تلاقيش، انا عايز اشوف بس الطالب يعني مركز ولا لا. ثلاثة أن ينصب كل سؤال على جانب محدد. أربعة تجنب الإكثار من عدد الأسئلة. خمسة تجنب الأسئلة التي تتطلب إجابات مفتوحة. ستة تجنب الأسئلة المعقدة التي تصعب الإجابة عليها. دي كده اسمها إيه؟ ها قواعد ينبغي مراعاتها عند صياغة الإيه؟ أسئلة قائمة الاستقصاء. نجيب السؤال هنا إزاي؟ كل ما يعد من القواعد التي ينبغي مراعاتها عند صياغة أسئلة قائمة الاستقصاء فيما عدا ألف أن تكون الأسئلة سهلة لا تحتمل أكثر من معنى. اثنين أن يصب كل سؤال على جانب محدد. جيم تجنب الإكثار من عدد الأسئلة. دال أن تبدأ الاستبانة بالأسئلة الصعبة ثم السهلة. أيوة تمام الله ينور عليكم. انت يا دكتور بتقول ايه؟ تبدا بالاسئله الصعبه ثم السهله؟ لا طبعا، المفترض العكس، تبدا بالاسئله السهله ثم الايه؟ ثم الصعبه، فنخلي بالنا من هذه الايه؟ من هذه القواعد ابنائي وبناتي الاعزاء. طبعا انا كنت عايز اكمل معاكم بس الوقت كده اعتقد يعني ايه؟ خدنا زياده، عشان لو عندكم اي محاضرات اخرى فهناجل مميزات قائمه الاستقصاء وعيوبها وباقي الفصل اللي هو بقى ان شاء الله الرحمن نقوله بقى في اللقاء القادم ان كان في العمر بقيه ان شاء المولى عز وجل. لان الساعه داخله 7 دلوقتي واعتقد ايه يعني ايه؟ الوقت المفروض ان هو يعني كان ينتهي من 6:45 كمان يعني. هل هناك اي سؤال او استفسار؟ طبعا يجب الرجوع، يجب الرجوع الى قائمه الاستقصاء التي تم ارسالها لحضراتكم على المنتدى. هذه القائمه فقط تمام، عشان تعرفوا بس شكل القائمه بيبقى ايه يعني، على الاقل تعرفوها بس معموله شكلها ازاي، بتبقى عامله ازاي. باب العلم والايه بالشيء والاطلاع فقط ابنائي وبناتي الاعزاء. هل هناك اي سؤال او استفسار؟ ها الى ان التقي بحضراتكم يوم الأربعاء القادم بمشيئة المولى عز وجل في تمام الساعة 3:45 عصرا، أترككم في رعاية الله وأمنه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.